كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، احوالكم تكون طيبه. ما بقى والو ان شاء الله. العيد رمضان دغيا داز هاد العام، ما عرفتش انا جاني، ما عرفتش واش نتوما بحالي، جاني هاد العام غير الاعوام اللي فاتوا، دغيا 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 ما حسيتش به، كانه تقولوا كان بدا رمضان نهار 2 واليوم الجمعة، هكاك بهاد القدر هكا باش حسيت بيه انا هاد العام دغيا، كأنه غير سيمانة نجلس. باش تعرفوا رمضان راه كيمشي وكيجي، ولكن راه الاعمار ديالنا اللي كدوز. كنطلبوا ربي يجعلنا من العتقاء من النار يا ربي، والله يعطي لكل وحدة ما تمنات في هاد الايام المباركة. اللي بغات الذريه الصالحه الله يرزقها ليها، واللي بغات زوج الصالح الله يرزقه ليها، واللي بغات تنجح في قرايتها وفي مستقبلها الله يعطيها ما تمنات وما نوات يا ربي. الله يعطي لكل واحد كل حاجه بغاها يا ربي، ويسر لكم امركم يا رب في هذه الايام المباركه، لعلها ان شاء الله ساعات استجابه. المهم عرفتوا هاد الاواخر ديال رمضان ما كاين غير جري عليا نجري عليك. غادي نمشي اليوم خارجه ان شاء الله، عندي غير شي شغيلات غادي نقضيهم، غادي نديكم معايا، غادي نمشي للفلو. خديت ديجا شي حاجه بغيت نمشي نشونجيها حيت كبيره. فلو واحد المغازه عاد حلات دايره بحال شي شكل ديال اوتليت، فيها هكا صبابط فيها صبابط ولي زي صباو، هذا نسوا ديال الرجال العيالات الدراري صغار. وكتلقاو فيها بزاف ديال لي مارك، كاين بولاريس كاين بولو كاين، المهم بزاف. وحتى لي بري جاوني صراحه ريزونابل، لي بري كيبداو من ديك تقريبا 130 حتى 600 700، المهم سا دي بون على الموديل سا دي بون على لا مارك، المهم كاين لو شوا. هذه حاجه زوينه صراحه في اكادير، حيت راكم عارفين الناس اكادير عندنا مشكل ديال لي ماغازان فين تقداي وما كاينش لو شوا، ولكن الحمد لله بدا اكادير تيشوف الضو من هذه الناحيه. نتمنى ان شاء الله خير من هنا للقدام، ونكونوا متفائلين ان شاء الله بالخير. المهم هانتوما خليكم معايا، اللي درتها لنا اليوم ان شاء الله غادي تشوفوها. نتوما البنات دخلت هنايا وجدت الرفيسه، انا كنطيب العدس بوحدو، هنايا درت المريقه بالدجاج البلدي. الدجاج البلدي ديجا عندي مقطع، يعني ما عنديش صاين حيت جبتو غير من الكونجيلاتور، ما زعما كون عولت نجلس حتى اليوم حتى لهاد الايام وناخذو كون بقيت بلاش. شوفوا يا البنات تحركت واحد الحركه، صباعي ثلاثه تنفست عليا الكوكوت، كنت كنهضر في التليفون وجيت نحلها، ومني حليت طلع داك البخ، ما عرفتش باين لكم مزيان ولا لا. وحتى بيا فين ما انتم هادشي ما نعاودش لكم، تيحرقوني لواحد الدرجه تيتصوروش الله يحفظ. وصافي هاد الثلاثه هادو مساكن هما فاش كليتها درت ليهم الماء بارد الخميره، ما خليت ما درت ولكن والو الحمد لله. دست عندي هنايا الخبز ديال التريد، انا غير كنشريه صراحه، عندي واحد السيده غزال حرش كنقطعو، شديتو هكا لويتو كنقطعو هكا بالمقص، كناخدو نورمالمون ديما هكا تيكون عندي حطيات في الكونجيلاتور فاش كنكومونديه، هي كانت كمولفه كتقطعو ليا، ولكن دابا راكم عارفين مع العواشر وهذا ما قطعتوش ليا، جبتو صافي جلست انا كنقطع. بالنسبه لسميتو كنشدو كنقطعو على جوج، وعاد عاوتاني كنشدو كنعاود نطويه باش كيجيني ساهل. صافي كنجي ليه نقص وكنبقى كنقطع بحال هكا قياس لي بيتو. بالنسبه للكيل كيبيه شويه غليظ، كيل كبير كان يقطعو لي بيتي ما كيدير ليه نقص صراحه، كان ديك الساعه فين كان هذا مسمن مقطع اللي خلاها راجلي النهار درت هاد الرفيسه بريستيج، رفيسه ضربه مشات البنه ديالها. بون غادي نستمر تنكمل الكونتيتي اللي عندي كامله. وبالنسبه لهذا يدي مزيته، ولكن نهضر بكم بالنسبه ملي خرجت صراحه ما خديت والو، خديت غير شي حاجه في كارفور كانت خاصاني منها، نيت الماكله ديال المشيشه اولا ديال المش بليطو حيت عندي ذكر، خديت هاد الكوتون ديسك، هادو ديما كناخدهم في كارفور ديال كارفور زوينين هادو.
وميني السمعة مشيت مع خويا قلت ليكم خدا شي حاجة، خديت هذا. ديجا عندي انا هاد البو، كاين واحد بين نخلي لي ماسك وواحد هكا القماش، صافي خديتو هذا كندير 25 درهم اصلا هو لو بخي ديالو. كيجي معاه هادوك المعلقات باش كتعبروا لا دوز، وكيعطوكم شي 3 يمكن باقيين نيت عندي ديال داك لي ماسك اللي كيجيو تيسو، هادو ناشفين الا بيتو تخدموا بيهم نتوما لي ماسك. وان شاء الله اونكا وبقات ليا الوقت ان شاء الله هاد الايام نقدر نصور لكم لا روتين ديالي اللي كندير ملي كنبغي نبريباري لابو ديالي للعيد ان شاء الله. المهم غنحاول باش نبارطاجي معاكم. يلا نمشي نكمل انا روينتي، نغسل يدي بعدا نمشي نكمل روينتي. ها هي الطبيله ديالنا ديال اليوم ديال هاد الليله المباركه، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو ان شاء الله يا ربي. المهم حاولت هكا نحط طبيله بلديه بالناب بلدي ومعنات بلديين، درت الرفيسه كي قلت لكم قبيله ان راجلي هكا كيبغيها رفيسه طبيعيه، ما كاين لا بريستيج لا والو. قال لك هذه هي فاش تتكون البنه، ما من نهار دخل عليها البريستيج والزواق ما بقاتش فيها البنه. اكيد هنايا رفيسه بالدجاج البلدي، حطيت ليهم هنايا بالنسبه اللي باغي العدس ها هو، وطويجنات اخرين فيهم هكا بليله. ولا هادي عشيوتنا هاد اليوم، اكيد غادي ندوز دابا نطلق واحد شويه هاد البخور. هاد البخور غزاله البنات ديال امير العود، بالنسبه للناس اللي مهتمين جربوه، غزال غزال بزاف. هذا تقريبا في مده عام، هذا شي الثالث دابا اللي خديت، غير ردوا البال البنات راه كاين ديال السعوديه وكاين كذلك ديال اليمن. ديال اليمن ما تاخذوش، خذوا هذا ديال السعوديه راه متوفر في السوق. شوفوا غير نتوما البلاصه فين كتيقوا الناس اللي كتيقوا بهم كيبيعوا البخور، جربوا عندهم هذا ريحته زوينه. مهم غادي ندوزو غادي نتقشاو، اكيد البخور راه دورتو على الدار كامله ماشي غير سميتو. هنايا كنحاول ما نوصلش جيت الماكله حيت ما كنبغيش البخور يكون حدا الماكله، راكم عارفين الماكله دغيا كتشرب الريحه. حاولت من بعد دورت البخور على الدار كامله، وغادي ندوز باش ندير معكم لا روتين ديالي. من بعد ما ساليت دخلت دوشت وخرجت هنايا، غادي نوريكم العنايه اللي كندير ليديا، وجربوا هاد الطريقه ورحموا لي عليها الوالدين. اول حاجه خديت ما دافي، وعندي هنايا ملحه غليظه، خمارة حمراء، معلقة ديال الخل الابيض، ومعلقة ديال الخزامة، وشي وريقات ديال الورد. هادو كيبقاو ضروريين، ما عندكمش الخزامة ديرو الشيح، ما عندكمش الشيح ديرو القرنفل، ما عندكمش القرنفل ديرو اي حاجة معطرة. الماء كيكون القياس اللي نستحمل السخونية ندير فيه يديا. غنجي ندير المكونات كاملين، وراه كتشوفوا ملي كنديروا الخميرة كتشوفوا كيفاش كيبدا التفاعل. هانتوما كنوريكم هنا يديا كلاو العصا ديال بصح هاد الايام مع السوقان، الشمس هلكات ليا يديا لدرجه لا طراس ديال المكانه مصور ليا في يديا. غنجي غادي ندير يدي في المدافي، الهدف منه اننا نفتحوا دوك المسامات باش هكا العنايه اللي غتجي من بعد غتستافد منها اليد ديالنا، وغادي نديرو تريتمون اولا هاد الروتين هذا عن عمق. المهم خليت يديا واحد 5 دقائق هكاك، ودابا غادي نجي باش ندير القماش. خديت هنايا معلقه ديال سنيده، ومن الاحسن تكون الحبيبات غلاض، معلقه ديال القهوه. وهنا ملي كنقولوا القهوه ما كنقولوش التفل ديال القهوه، وانما القهوه اللي مطحونه بلا ما ماشي استعملناها في المعلمه. والزيت ديال الكوك تقدروا تستعملوا زيت البلديه اولا اي زيت عندكم، انا كنفضل زيت الكوك. خلطت الكل مزيان، ها نتوما وريتكم القوام ديالو كيفاش تيكون. وكنجي هنايا للخدمه، هنايا حركات دائريه ضروري على انا هاد القضيه هادي راه كنديرها للجسم ديالي كامل، ماشي فقط غير يديا، تقدروا ديروها للجسم ديالكم كامل. غزال هاد القماش البنات، حاولوا هكا تقوميو بحركه دائريه، وعندكم ثم عندكم تجرحوا يديكم بديك سنيده. راه كنورك ولكن ماشي داك الطورك ديال الجهد بزاف، القياس المهم نقومي. وما تنساوش البنات جيت المفاصل تما كيكون عندنا كحل بالشمس بالفران بالحريق هذا. وحاولوا كي قلت لكم خذوا وقتكم الكامل حتى تقومي وديكم مزيان واحد 8 دقائق هكاك. عاد كنجي انا كنستعمل نفس الماء، وعندكم البنات ديروا الماء بارد
هنايا دائما المدافي باش ما نسدوش المسامات، وشوفوا غير من هاد لي طاب هادي شوفوا كيفاش كيوليو اليدين كيبانو. عرفتي واحد الرطوبيه تتولي في اليدين، ديجا راه المنافع ديال القهوه وديال الزيت، خصوصا زيت الكوك راه باينين ومعروفين. المهم كنحاول هكا نغسل يدي مزيان من داك القماش اللي درت ديال القهوه، واخا غيدخل لكم شويه في الضفيرات ديالكم ماشي مشكل، ما تيهمش، من بعد غادي نقيو كل شيء وهانتوما شوفوا النتيجه من دابا كيبان لكم. عرفتي راه واحد الرطوبيه غتولي لكم في يديكم في هذه المرحله غزاله بزاف. دابا غادي ندوز ان شاء الله باش نديرو هكا الماسك اللي غادي نديرو ليدينا، ولكن شوفوا البنات النتيجه. غير الفيديو راه كيهضر على راسو بلا ما نشرح لكم اكثر، ديجا اليدين راه تنقاو. غادي ندوز النشا والفعاليه ديالها في التبييض غزاله غزاله. هنايا خديت حامضه نص حامضه ونشا، وغادي نبدا نفرك بيدي مزيان بهذيك الحامضه والنشا. كنبدا نهز في النشا بالحامض، وانا كنحاول نضغط شويه على الحامضه باش تطلق ليا داك العصير ديالها، وكنبدا نحك في المفاصل، نحك في الصباع مزيان يدي كامله. واخا بالنسبه كاينين بعض الناس اللي عندهم حساسيه من الحامض، انا براسي راه كيحرقني الحامض، ولكن البنات راه ما خفت والو، لان ماشي غادي نخلوه في يدينا بزاف، ولا راه غير نتنفعوا منه شويه صافي. وكي قلت لكم نعاود نكرر لكم هذه القضيه، راه هذه العنايه هذه اللي درت في يديا تقدروا ديريها رجليكم كيف ما تقدروا ديروها الجسم كامل. هنايا حاولت باش نتحكم في الحامضه مزيان، حاولت نقسمها هكا على جوج، وبديت كنخوي فيها هكا النشا، وكنحاول نحك يديا ونحك، حكيت ظفاري وحكيت كل شيء مزيان، ومره مره كنعاون بيديا كنهز النشا وكندوز على يدي ونزيد عاوتاني نحك بالحامض صافي. من بعد غادي ندير بحال شكل مساج مزيان ليديا بداك المكونات ديال الحامض والنشا، وغادي نجي نشلل ليديا. وراه النشا غزال 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 في التبييض، خصوصا الى تجمع مع الحامض في هذه المرحله. البنات الا حسيتوا بيديكم حرقوكم بزاف بزاف وما قديتوش تستحملوا، ملي غادي تشلوا يديكم غتشدوا الحليب العادي اللي تنشربوا يكون بارد، وغطسوا فيه يديكم شويه. انا زعما ماشي شي حاجه اللي ما غنستحملهاش. دابا غادي ندوزوا للتبريمه. هاد التبريمه خطيره في اليد، خطيره في الجسم كامل، خطيره الرجلين. المكونات ديالها عندي النشا، عندي نيدو، عندي الروز البيض داك المكركب الصغير، هاد المكونات كلهم مطحونين. عندي الحمص، عندي خمارة حمراء، هادو مكونات أساسيين كديروهم كلهم بنفس الكمية. أنا شنو كندير؟ كندير واحد الكمية شوية معقولة كتيرة، كنخلط هاد النواشف اللي قلت لكم كاملين، كنحاول نخلطهم مزيان. من بعد كنجيب واحد الحك ديال البلاستيك يستحسن، وكنخلط هاد المسائل كامله وكنجمعها في داك الحك، وكنحتفظ به في الكونجيلاتور، لان عارفين الحماص ونيدو هذا دغيا كيدوجو تيخسرو. ومن بعد فين ما بغيتها كنجي ناخذ منها واحد جيد معلقه كبيره هكاك، والشي الاخر كنردو للكونجيلاتور. بالنسبه باش غنخلطو، انا على حساب حيت بغيتها للتبييض كندير الماء ديال البطاطا والماء ديال الخيار. الا عندكم هاد البودره هادي موجوده تيقوا بيا، ما عمركم هادي تعكزوا على هاد الخلطه هادي باش ديروها ليديكم. ما فيك لي حك خيار، ما فيك لي حك بطاطا، يكفي لا عندك ما ورد ديريه، عندك الماء العادي دروبيني ديريه، المهم هو هاد الخلطه ديريها، ولكن مع الخيار ومع البطاطا كتكون احسن وكتعطي منفعه اكثر. كنجي هنايا كنحاول نايطاليها على يدي كامل، نغطي بها يدي كامل، الصباع اليد الفوق، لان انا الاشكال ديالي هو دائما ملي كنكون لابسه شي حاجه بالكم كنبدا نطلع شويه الكمام، بحال كنديرونجا الا كان الكم عندي طويل، داكشي علاش ضاربه ليا الشمس يديا من تما. المهم هانتوما شفتو حاولت نغطي بها كل شيء، تاكدوا بلي غطيتو يديكم مزيان، وهنخليها حتى ينشف تماما. تقريبا هتاخد لكم واحد المده ديال نص ساعه، هانتوما شفتو راه نشفات. وهنايا فين غادي تكون الخدمه، هو سخت كتشد لكم شويه القضيه الوقت، ولكن النتيجه غزاله، خصوصا الا تبعتوها. الا قدرتو ديروها حتى لجوج مرات في السيمانه راه كان احسن، كنبقى هكا نبرم.
لهذا راه هادي التبريمه تبقاو هكا بحركات دائريه. الوقت دابا فاش كنبرموه هي فين كنحيدو هذاك الجلد الميت، فين كيتحيدو دوك التصبغات، وعرفتي مره على مره كتبان النتيجه. راه كنمشي ندير في الوصفات حتى تنعيا، وكتبقى هاد الوصفه هادي لهم. هاد الطريقه اللي وريتكم اليوم، هاد العنايه هي احسن طريقه. المهم كنستمر بنفس الطريقه وانا تنقومي تتنسالي، وكنجي نغسل يديا. هنا نغسل بالماء دافي كاول مرحله، عاد من بعد غادي ندير الماء بارد باش نسدو دوك المسامات. شوفوا اليدين كي ولاو حمرين مع داك التبريمه، مع داك الحكان ديال التبريمه، ولكن راه غزال غزال. شوفوا كتبان النتيجه من هنايا، هانت كتبان لكم اليديدات كي ولاو نقيين، خصوصا يديك كانوا واكلين العصا كي قلت لكم مع السوكان، غزاله هاد التبريمه. هانتوما شوفوا النتيجه، راني وريتكم كل شيء قبل وهانتوما كتشوفوا. نقصت ديك الكحوليه بدرجات، هي هاد القضيه اللي كانت تقدروا ديروها جوج مرات في السيمانه مزيان، اولا غير مره، غزاله البنات. تبعوها على ضمانتي، من الاستعمال الاول غادي تبان لكم النتيجه. ومن بعد هاد المرحله كلها ضروري البنات من الترطيب، الا ما ترطبناش يدينا بحال ما درنا والو. وكي كنقول لكم كيبقى احسن مرطب هو زبده الشيا، هكا كان ايطالي على يدي وكندير مساج مزيان ليديا. وهذا كان هو الروتين ديال العنايه بالايادي. خليت لكم الراحه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.